مشاهدينا متابعينا الكرام واشواطنا تتواصل في صباح هذا اليوم ضمن فعاليات ختام تمهيدي المرموم في اول ايامه وانطلاقاته في هذا الانطلاق. انتهت الجوله الاولى وبدت الجوله الثانيه بالشوط الخامس في هذا الاندفاع ليحمل الابكار اللقايا المحليات الاصايل في هذه الانطلاقات والجوائز النقديه الثمينه التي تتنافس عليها هذه الشعارات والمشاركين. نسير مع المراكز الاولى امجاد 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 محمد بن عوض بن زيتون المهيري يقدم امجاد على المركز الاول. المركز الثاني مياس الدويس بن محمد بن مبارك الشامسي يقدم مياس من الجانب الاخر وثايق وثايق وسالم بن علي بن خميس العويسي يقدم وثايق في هذا الانطلاق. بينما هناك الشاهينيه هذه الشاهينيه لناصر بن خويتم بن بخيت العامري يتقدم على المركز الرابع. المركز الخامس وصلت له مشاهد العزاء هدنة 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 سالم بن عامر بن عمهي المنصوري يقدم هدنة مشاهدينا العزاء. وهذه الذيبة لأحمد بن سيف بن سالم النيادي على المركز السابع. ناخذ المركز الثامن لنكمل النداء مشاهدينا العزاء للثمانية للمراكز العشرة الأولى. هذه المركز الثامن من وصلت في هذه اللحظات الرسمية مالكها سعيد بن راشد بن خليفة المسافري. والمركز التاسع وهذه عجائب سيف بن عبد الله بن سيف الشافعي الخلاوي الذي ينطلق مع المركز التاسع والمركز العاشر. المركز العاشر هذه لفحة هذه لفحة سالم بن عبيد بن مبارك الكتبي يتقدم بهذا الأداء. العشر المراكز الأولى العشر المراكز الأولى المتقدمة في شوط ما بعد السوع ما بعد جولة السوع والتحديات الجميلة والأداء الجميل في تمهيدي المرموم. الشوط الخامس الشوط الإبكار كذلك يحمل في طيات الكثير من التنافسات ومن الآمال في مع المشاركين في تحقيق النصر والفوز. عودة بعد العشر المراكز عودة إلى المراكز الأولى عودة إلى المراكز الأولى. نسير مع ركب المقدمة تتصدر هدنة هدنة تتصدر المجموعة تقود مسار الشوط. هدنة على مقدمة الشوط سالم بن عامر بن عمهية المنصوري يقدمها المنصوري يقدم هذه النوعية. المركز الثاني ومع الذيب أحمد بن سيف بن سالم النيادي يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث وثالث المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام نشوف المركز الثالث وهذه تتواجد مياس مياس الدويس بن محمد بن مبارك هناك بن زيتون. نعم امجاد امجاد محمد بن عوض بن زيتون المهيري التي تاتي بهذه الانطلاقات على المركز الثالث. والمركز الرابع مياس الدويس بن محمد بن مبارك الشامسي على المركز الرابع. والمركز الخامس هذه وثائق وثائق سالم بن علي العويسي يقدم وثائق في هذه الانطلاقات. بينما هناك التواجد من شواهين محمد بن عوض بن زيتون المهيري يقدم شواهين ايضا تاتي واضحه لعلي بن عبد الله بن هاشل الشامسي. والمركز الثامن شوف يا ابو حمد يا راعي مصيحه لنكمل النداء. شوف هناك عجائب وصلت في هذه اللحظات سيف بن عبد الله الخلاوي يتقدم الشافعي. وهناك ايضا المركز التاسع هذه تواجدت اللي هي افعال راشد بن عبيد بن عبد الله بن حليس الوهيبي. وعاشر المراكز نهب احمد بن سعيد بن سالم لينيبي.
خلاص باي باي العشر ونعود مع المراكز الأولى، مع المراكز الأولى، مع انحناء الميدان، مع تمهيدي المرموم، مع تمهيدي المرموم في هذه الانطلاقات وتحديات تمهيدي المرموم الألف ومئتين في هذه الانطلاقة. نعود إلى المراكز الأولى، نعود إلى المراكز الأولى، تجمع على المقدمة، ولكن اللي غيرت من سمعة الزقرة الدويس بن محمد بن مبارك الشامسي مع مياس الكيل والأخير وضحى علي بن عبد الله بن هاشل الشامسي تحركت، وهناك وثائق سالم بن علي العويسي، ولكن التحرك من أفعال راشد بن عبيد بن عبد الله الوهيبي يتقدم، ولكن هدنة عادت عاد بن عمهي مرة ثانية. لمن هذا الشوط، لمن هذه الانطلاقات. نعود إلى المراكز الأولى، الأقرب مياس الدويس بن محمد بن مبارك يتقدم في هذه اللحظات على المركز الأول، ولكن من الجانب الآخر وضحى علي بن عبد الله بن هاشل الشامسي، ولكن تحرك من أفعال راشد بن عبيد بن حليس الوهيبي، يتقدم هذا الشاب الغادم من بدية من السلطنة، يقدم نوعيات ومتابع أبو حمد في ترشيح وانطلاقات رعم صيحة. الله أشكرك أفعال راشد بن عبيد بن عبد الله بن حليس الوهيبي على المركز الأول، على الانطلاق الأول. تهانينا والسلام السلطنة، سلام بدية، سلام على هذا الفوز الجميل. المركز الثاني وضحى عبد الله علي بن عبد الله بن شميل بن هاشل الشامسي أتى في المركز الثاني. المركز الثالث مياسة الدويس بن محمد بن مبارك الشامسي. المركز الرابع، رابع المراكز وصلت فيه تعويض أحمد بن محمد بن دغاش العامري. والمركز الخامس، هذه نهب لأحمد بن سعيد بن سالم لينيبي. هذه النتيجة للخمس المراكز في حالة وصولها إلى خط النهاية. عودتنا مع مخرجنا للتوقيت الزمني والثلاث المراكز في هذا المسار وهذا اللقاء الجميل. نعود مشاهدينا الأعزاء، التوقيت الزمني مشاهدي الأعزاء 7:43 بالوفاء والتمام. تهانينا وناموس على هذا الفوز، فوز أفعال راشد بن عبيد بن عبد الله بن حليس الوهيبي على هذا الفوز والناموس. المركز الثاني 7:43، 7 أجزاء من الثانية، وبن هاشل الشامسي من حل في المركز الثاني بهذا الانطلاق والأداء الجميل والرائع مشاهدينا. وضحى علي بن عبد الله بن هاشل الشامسي. والمركز الثالث توقيتها 7:44، 3 أجزاء من الثانية من أتت مياس الدويس بن محمد بن مبارك الشامسي. تهانينا للجميع.